غادي نبداو هاد الحلقه ملي توقفت النقاشات حول اسباب تدخل ليبيا في قضيه انقلاب الصخيرات ومساندتها للانقلابيين والافقير في الانقلاب الثاني. كان العقيد عبد الرحمن الصيد كيدافع برزان على المواقف الليبيه بعد ما قال ان تشبع القياده الليبيه بافكار ومبادئ القوميه العربيه هي اللي خلتهم يتبنوا هاد المواقف وما عندهمش فكره على المغرب ومواقف الملك محمد الخامس وكفاح العائلة الملكية وتاريخها. وقال باللي داكشي اللي وقع أمور ظرفية غادي تزول. انتهت مأدبة العشاء بوعد العقيد بإصلاح العلاقات بين البلدين بعد العودة ديالو ليبيا ملي غادي يعاود داكشي اللي جرى العقيد معمر القذافي. وكان من نتائج هاد الاتصالات الغير المعلنة بين المغرب وليبيا إعادة العلاقات بين البلدين، حيث اختارت ليبيا العقيد عبد الله السويسي اللي كان ضابط بارز في الجيش الملكي الليبي سفير في الرباط، وعين المغرب إدريس الفلاح سفير في طرابلس. وكانت بداية نهاية تنفيذ مخطط قلب نظام القذافي، وتم إيقاف عملية تدريب الليبيين ومشروع العمل العسكري للإطاحة بالنظام الليبي. وبلغوا محمد عثمان الصيد باللي الليبيين المجندين غادي يمتثلوا التوجيهات ديالهم حيت باغيين مصلحة البلدين. في هذا اللقاء اتفق الملك الحسن الثاني ومحمد عثمان الصيد على إنهاء كل الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عمل مسلح ضد النظام في ليبيا، وأمر الملك الحسن الثاني بإغلاق هذا الملف وإعادة المجندين الليبيين منين جاو أي إلى تشاد. وبهذا الشيء طوات صفحة من صفحات المجابهة بين البلدين، لكن الأمور ما استقرتش على هذا الحال حيث أرضية المجابهات بين الملك الحسن الثاني والعقيد معمر القذافي ولسوء الحظ كانت خصبة أكثر مما هو متوقع. العلاقات المغربية الليبية غادي تدخل نفق جديد بعد ما اتخذ الملك الحسن الثاني قرار مثير في أكتوبر بتنظيم المسيرة الخضراء نحو الصحراء الغربية. في ذلك الوقت ليبيا دفعت الأمور لآخر نقطة في الحافة ملي تبنت جبهة البوليزاريو تدريب وتسليح ودعم، وتحول هاد الشيء لمجابهات وقتال ومعارك وسالت دماء غزيرة فوق رمال الصحراء. وكانت الأموال الليبية تضخ بسخاء. كان العقيد معمر القذافي كيقلب فترة تهدئة على شي حاجة يزعج بها المغرب، وبدات ليبيا تتنساق لدعم جبهة البوليزاريو وسرعان ما اتسعت كرة اللهب، وكانت النار كتجري بسرعة فتيل برميل البارود. ومشت الأمور بعيد وتحول الدعم لأموال وتدريب وأطنان من السلاح. وكان للملك الحسن الثاني رأي خاص حول مواقف العقيد من المسيرة الخضراء وجبهة البوليزاريو. فلا شك أن العقيد كان وراء تأسيس البوليزاريو. وكيقول الحسن الثاني بلي كانت مراسلات بينه وبين القذافي، وكان كيردد فيها باستمرار انه يجب طرد المحتل خارج حدود المغرب وخوض حرب ضد الاسبان. وكان غالبا ما كيوجه رسائل من هذا القبيل. وكان احد مؤسسي البوليزاريو يدعى الوالي مصطفى السيد، كان كيتابع الدراسه ديالو في كليه الحقوق في الرباط، وكان كينتمي لحزب التقدم والاشتراكية الحزب الشيوعي سابقا، وتطرد من هذا الحزب لميولاته تروتسكية اللي هو تيار شيوعي توضع على يد ليون تروتسكي. طردوا علي عتا رئيس الحزب وتوجه الوالي من بعد لطرابلس، وتلاقى مع العقيد معمر القذافي اللي قال لي بأنه على استعداد باش يساعده بشرط أنه يسمح للجزائريين يمرروا الأسلحة اللي غادي يعطيها لي. وهكا كان الرئيس الليبي أول واحد مد البوليزاريو بالأسلحة. وبشأن التعاون بين الرئيس هواري بومتين والعقيد معمر القذافي لدعم البوليزاريو،
قال الملك الحسن الثاني ما يمكنش الحديث هنا على تعاون، لأن الأمر كان كيتعلق باتفاق صريح. كان بومدين كيقول أنه على استعداد لمساعدة البوليزاريو بشرط توصلوا الأسلحة الموجهة ليه ويقوم بعد ذلك بتسليمها ليه، وكان على حقه لأنه كان مستحيل كيف ما كان خطر تنقل هذه الأسلحة بحرا. وبشأن مشاركة العقيد معمر القذافي في المسيرة الخضراء كيقول بأنه في عام 1975 ملي كان الملك الحسن الثاني بصدد وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق المسيرة الخضراء وجه ليه برقية رسمية كيقول فيها بصفتي ثوري كنساندكم 1000%، وبغيت نجي للمغرب على رأس وفد ليبي للتصدي للاستعمار عدونا المشترك، وما توصلش منه بتاتا بالجواب. كيقول الملك الحسن الثاني 9 سنوات لقاو 13 غشت 1984 في وجدة، وبالرغم من أنه كان كيتحدث مع الملك بلطف وبكثير من اللباقة كان كيحس بأن عدم الرد على البرقية ديالو ما زال كيحز في النفس ديالو، وقال ليه القذافي ما تمكنتش من فهم الرفض ديالكم. ورد عليه الحسن الثاني اسمع يا صديقي العزيز، بغيت نطرح عليكم السؤال التالي وتجاوبوني عليه بصراحة، لو كنت شاركتي في المسيرة من اللي صدرت الأمر ل 350 ألف مشارك بالرجوع واش كنتي غادي تتفق معايا؟ رديك الساعة لا، ما كنتش غادي نتراجع. وقال لي الحسن الثاني في هاد الحالة كان من الأحسن ما تشاركوش في المسيرة الخضراء، لأنني كنت غادي نضطر لاقتيادك للحدود بواسطة الدركيين، وهذا الشيء كان غيسبب حادث دبلوماسي مروع. تصاعدت معارك الحرب في الصحراء الغربية لحد أنها وصلت لمناطق غير متنازع عليها، وكان السلاح الليبي كيتدفق مثل سيل جارف كما ونوعا، وهذا الشيء اللي تاح لمقاتلي البوليزاريو يقتحموا مناطق مغربية بل خضعوها للسيطرة ديالهم تماما. وحسوا المغاربة بأن الأمور تقلبت ضدهم من اللي احتلوا مقاتلي البوليزاريو مدينة طنطان اللي كاينة في المناطق غير المتنازع عليها، وطردوا القوات المغربية اللي كانت في المدينة. كان العقيد معمر القذافي كيعتقد بأن الملك الحسن الثاني كيتعمد ما يعطيش موطئ قدم في المسيرة الخضراء، على الرغم أنه أعجب بالفكرة إلى حد أنه طلب المشاركة في المسيرة اللي وصفها بأنها فكرة مدهشة. لكن الملك ما قطعش الخيوط مع العقيد على الرغم من أطنان السلاح اللي تدفقت على البوليزاريو. وملي توقعت اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وموريتانيا من جهة وإسبانيا من جهة أخرى، أرسل الملك الحسن الثاني عبد الهادي بوطالب جولة لبعض الدول العربية حامل رسائل منه للقادة ديالها للشرح الاتفاقية الثلاثية لإنهاء مشكل الصحراء. تلاقى عبد الهادي بوطالب بحضور السفير الموريتاني بالعقيد معمر القذافي اللي حدد موعد اللقاء قبل صلاة المغرب بقليل، وبدأ اللقاء باردا ثم تحول للقاء مثير. شرع بوطالب شرح مشكلة الصحراء ومقتضيات اتفاقية مدريد وتفاصيلها، وملي كانوا كيتكلموا سمعوا آذان المغرب وبدأ العقيد كيردد الآذان الله أكبر الله أكبر. وبعد انتهاء الآذان كمل بوطالب الحديث ديالو على موضوع الصحراء، وهنا تدخل العقيد وقال علاش ما نفكروش تكون وحدة بين المغرب وليبيا والصحراء وتسالي المشكلة بهذه الطريقة. لكن بوطالب تجنب التعقيد، والعقيد سول بوطالب واش كتقولوا في المغرب داكشي اللي كنقولوه في ليبيا؟
باللي ملي كيتكلم شي واحد وكيسمع صوت الاذان كيكون كلامه صحيح وكيتحقق داكشي اللي كيهضر عليه. وجاوبوا المبعوث الملكي المغربي باللي داكشي اللي كيقولوه ناس في المغرب. وبهذه المعطيات غادي نديو هذه الحلقه، والى حلقه اخرى باذن الله.